السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية المباشرة حول مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي. نتحدث في هذه الساعة عن تفاصيل العملية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب قال أن القوات الأمريكية قتلت البغدادي الذي كان على قمة أولويات الأمن القومي الأمريكي. وأضاف ترامب أن البغدادي حشر في نفق وتمت مطاردته وقتل نفسه بعد أن فجر حزاما ناسفا عليه ومع 2 أو 3 من أبنائه كما قال ترامب. وأكد ترامب أن القوات الأمريكية قد تمكنت من التعرف على البغدادي من خلال اختبارات أجرتها خلال الغارة على جثة البغدادي. ترامب أكد أيضا على استمرار الجيش الأمريكي في مطاردة كل المنظمات الإرهابية. ترامب وصف البغدادي بأنه من المتوحشين وأن أمثاله لن يفلتوا من قبضة الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفهم بالدمى المرعوبة. قال إن تنظيم الدولة قتل أمريكيين أبرياء، وعدد أسماء بعض الصحفيين الأمريكيين الذين قتلهم تنظيم الدولة. كما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتل محروقا من قبل تنظيم الدولة، كما ذكر قتل المسيحيين في ليبيا وقتل الإيزيديين في العراق على يد تنظيم الدولة. وقال إن ثقافة قطع الرؤوس الدينية المتطرفة ستواجهها وهاجمتها الولايات المتحدة الأمريكية. عملياتيا تحدث الرئيس الأمريكي عن مشاركة روسيا وتركيا وسوريا والعراق والأكراد في سوريا من خلال معلومات وتنسيق قدم للجيش الأمريكي في هذه العملية. إلا أن ترامب أكد أن الدعم الذي قدمته روسيا كان فقط بفسح المجال الجوي لبعض المناطق التي تسيطر عليها روسيا ناريا لطائرات الهليكوبتر الأمريكية. ترامب وصف البغدادي بالكلب الجبان الذي قتل وهو يهرب أمام الجنود الأمريكيين الذين حشروه في النفق، وأضاف أن العالم الآن بات أكثر أماناً، وأن العملية التي قام بها ترامب قد تمت مراقبة تحركات البغدادي لبضعة أسابيع في عدة مواقع كان البغدادي يغيرها في اللحظة الأخيرة، ولم تقم القوات الأمريكية بتنفيذ هذه العملية إلا بعد أن تأكد لها وجود البغدادي فيها عبر وسائل التكنولوجيا المتطورة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أرحب بضيوفي في هذه الساعة في متابعة الحديث عن تفاصيل هذه العملية ودلالاتها مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل دكتور فارس الخطاب، وكذلك بالكاتب والمحلل السياسي سيد عمار السواد. أرحب بكم ضيوفي الأعزاء، ونحن نتحدث يكون الرئيس الأمريكي للتو انتهى من خطاب تحدث فيه بالتفصيل عن مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي. الرئيس ترامب أضاف في هذه الكلمة لبعض المعطيات التي كانت لدينا منذ الصباح. في هذه المعطيات التي كانت لدينا منذ الصباح أن القوات الأمريكية قتلت أبو بكر البغدادي، وكل ما ذكره الرئيس الأمريكي عملياتيا حول تأكيد مقتل أبو بكر البغدادي من وجهة نظرك، إلى أي مدى يشير إلى كم اكتمال صورة تفاصيل عملية مقتل البغدادي بغارة أمريكية؟ هو في الحقيقة من الناحية العملياتية هو أشار بشكل ربما واضح جدا إلى أن العملية بدأت منذ أسبوعين تقريبا من الناحية الفعلية من حيث المتابعة والرصد وتجهيز العمليات اللوجستية التي بين القوة الضاربة التي ستقوم بالعملية وبين الجانب التركي والجانب العراقي، إضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية الكردية التي قدمت معلومات ربما استخباراتية مهمة على حد وصفه. هنا يبدو أن حتى زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى العراق وإلى تركيا وإلى المنطقة قبيل أيام من تاريخ في أقل من العملية. أسبوع. نعم، قبل بضعة وكانت أيام. وكانت زيارة مفاجئة. لم يعنيه ما يحدث في العراق من اضطرابات ومن ربما تهديد للأمن العراقي العام، وإنما كان يبدو من خلال العملية هذا اليوم أن الغرض منها كان تأكيد هذه العملية، وأيضا باعتقادي انطلاق الطائرات الهليكوبتر التي قامت بهذه العملية من القاعدة العسكرية العراقية في عين الأسد.
أستاذ عمار، هذه الصورة التي أعطانا ترامب فيها تفاصيل كثيرة جدا حقيقة عن عملية مقتل البغدادي، إلى أي مدى يمكن أن نقول أننا أمام غارة أمريكية استهدفت زعيم تنظيم الدولة وتم توفير كل المعطيات لنجاح هذه العملية أمريكيا قبل فترة كافية؟ مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالمشاهدين. أنا أعتقد أنه العملية قد نجحت بالتأكيد، وهذا يسجل للمعلومات الاستخباراتية، لأنه المكان مكان غير تقليدي في إدلب، وهذا ليس من مناطق نفوذ تنظيم الدولة داعش. تنظيم الدولة معروف في مناطق الجزيرة السورية، في الصحراء السورية، وأيضا في المناطق العراقية. لكن يقال بأن القرية كان فيها تواجد لعناصر ما يسمى بتنظيم حراس الدين المقرب من تنظيم الدولة. بالنهاية هذه ليست منطقة نفوذ داعش بالتأكيد، هناك أتباع للبغدادي في كل مكان، قد يكونون في إدلب نفسها، قد يكونون في تركيا، قد يكونون في العراق، قد يكونون في أي مكان لديه أتباع. لكن من الناحية الجغرافية هذه المنطقة هي خارج سياقات أو نفوذ خلافة البغدادي، لم لا وجود للبغدادي من حيث من الناحية الأمنية، قد يكون هناك الوجود اللوجستي، وأظن بأنه كان مؤمنا على نفسه في هذه المنطقة من عدم الاستهداف، لأنه لا يتوقع. هنا نتذكر زعيم تنظيم القاعدة السابق في العراق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في منطقة هبهب بين في ديالة. هذه المنطقة ليست منطقة تقليدية أيضا لتنظيم القاعدة، بالعادة كان تنظيم القاعدة في مناطق في مناطق غرب العراق وليس في محافظة ديالة. بالنهاية عادة هذا التواجد هو تواجد أسلم وآمن، وأعتقد أن المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها الأمريكان لم تكن أمريكية فقط، شاركت واعترف ترامب بأن الروس ساهموا، بأن العراقيين ساهموا، بأن أكراد سوريا أيضا ساهموا، كما أيضا بعض السوري أيضا ساهم، كما ساهمت تركيا أيضا. أيضا فبالنهاية هذه معلومات استخباراتية شاركت بها أكثر من جهة، ولا أظن بأنه الأمريكان وحدهم كانوا قادرين على الوصول إلى هكذا معلومات عبر عدم تواجدهم في منطقة إدلب، ولا حتى في المناطق القريبة من شرق الفرات. هم متواجدين في المناطق القريبة من دير الزور والمناطق النفطية. طيب دكتور فارس، الرئيس الأمريكي بالتأكيد كان إلى حد ما درامي في سرد تفاصيل هذه العملية لجانب التشويق والإثارة لاعتبار أن هذه العملية ستصب في مصلحته، لكن من ناحية المصداقية هل علينا أن نصدق كل ما جاء في كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ما هي الزوايا برأيك الآن التي باتت محسومة في هذه العملية ولا مجال للتشكيك بها، والزوايا التي يمكن أن نشكك بها لأغراض ترامب الخاصة في إعلان أنه هو المسؤول عن مقتل زعيم تنظيم الدولة؟ نعم، هذا سؤال كبير وأوجيه الحقيقة، لأنه الكلمة طويلة والإجابة عن أسئلة الصحفيين أيضا أطول من ربما الكلمة التي ألقاها. هناك جوانب ما زالت تحيطها علامات استفهام كثيرة، وجانب مؤكد. الجانب المؤكد أنه هناك بيت فيه عدد من الأشخاص تم قصفه من قبل طائرة مقاتلة، ثم بعد قصفه نزل الجنود المارينز الأمريكان من طائرات الهليكوبتر وتوجهوا إلى بقايا هذا البيت، ووجدوا قتلى نساء وطفل وربما هو البغدادي. هذا مؤكد بالصورة أنه هناك حطام بيت لا أثر له على القاعدة، وهذا شاهدنا في الصور المتداولة من قبل نشطاء سوريين على الأرض في تلك المنطقة. لكن المتناقضات في كلام ترامب هو أنه قال أن هناك مقاومة من بعض عناصر داعش تم معالجتها وتم التعامل معها بشكل كامل وقضينا عليهم بشكل تام، أن البغدادي نفسه توجه إلى نفق ووجد أن النفق مغلق، وهذا طبعا من غرائب الأمور أن يكون قائد التنظيم لا يعلم بأن هذا النفق هو لا يفضي إلى مكان ما مغلق. ثم أن القصف الجوي لم يبقي أثرا لأحد الحقيقة من خلال الوصف الأمريكي للضربة وليس من خلال تحليلي، فكيف إذن يكون زعيم التنظيم قد هرب مع أبنائه إلى داخل هذا النفق، ثم عندما حاصره الأمريكان
وجد نفسه مضطرا. طيب سأناقشك ببعض هذه الزوايا، لكن دعني أبدأ بالسؤال الأهم. هل هناك أي مجال للشك بأن أبو بكر البغدادي قتل في هذه الغارة؟ لا أحد يستطيع أن يؤكد، أنا شخصيا لا أؤكد مقتله إلا من خلال الفيلم الذي قال عنه ترام، وأنا نحن هنا دائما نتحدث ضمن إطار ما قاله ترام. رواية الرئيس الأمريكي ترام، الرواية تقول أو هو يقول أننا كنا نشاهد الفيلم بوضوح وكأننا في شاشة على شاشة سينمائي، فيلم سينمائي. إذن عندما تظهر المشاهد التي تظهر أسامة البغدادي، أبو بكر البغدادي، وهو في الصورة واضح ثم يفجر نفسه، نقول أنه هذا هو البغدادي، ورواية ترامب أو الرواية الأمريكية صحيحة. لكن حتى هذه اللحظة ليس من مصلحتنا نحن أن نكذب، لكن أيضا لسنا من يعني البلاهة بمكان بحيث نصدق كل ما قاله كل ما جاء في الرواية الأمريكية، في حين أنه لا أحد يعلم حقيقة مكان البغدادي، ولا يمكن أن يكون هو أو غيره من الذين قال عنهم أنهم مصادر معلومات يعلم مكانه. طيب. بالدقة المطلوبة حتى تكون العملية. ليس غريبا أن تنفذ عملية، وهذه أشبه بعملية على فكرة يعني توارث أسامة بن لادن ربما. تماما. طيب بيت معزول، حماية ضئيلة، وزوجات، ومقتل، ثم نهاية غير معلومة، ذهبوا بالجثة ورموها في المحيط، لم يشاهد أحد جثته ولم نشاهدها حتى الآن. ولكن مع ذلك أستاذ عمار، هل يمكن فعلا أن يبقى أبو بكر البغدادي حيا وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بكل هذه الدعاية الدرامية التي جاءت على لسان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لعملية كاذبة؟ منطقيا أنا أستبعد أن إلا أن يكون البغدادي هو عنصر في المخابرات الأمريكية وأريد إخفاءه. منطقيا هذه العملية تمت، لأن لا نستطيع أن نكذب بهذه الطريقة. عندما تعلن الولايات المتحدة عبر أعلى مستوى لها مثل هذه العملية، من الناحية العملية يفترض أنه بمعزل عن التفاصيل التي تتحدث عنها، من الناحية العملية أن هذا الرجل قد قتل فعلا في هذه العملية، وأنه هناك عملية عسكرية قد تمت في هذه المنطقة وقد استهدفت هذا الشخص، وانتظر الأمريكيون. التناقض الذي حدث، المصادر التي تحدثت عن الفحص الحمض النووي تحدثت عن يوم كامل، بينما الحديث الأمريكي الآن اللي صدر من ترامب العملية تمت ليلة تم أمس، تم العملية تم في عين المكان. فهنا مجموعة أشياء، من المعروف أن الحمض النووي يحتاج إلى وقت للتأكيد، وهناك تصريح آخر أيضا صدر من الجانب الأمريكي أنه تم التعرف عليه من خلال الوجه. طبعا هذا معلومات أخرى قالت بأنه تقنية التعرف على الوجه هي التي حددت هوية البغدادي. وطبعا تعرف أنه من شخص يفجر نفسه، يعني هو فجر نفسه حسب الرواية، رواية ترامب والرواية الأمريكية بشكل عام، قبل أن يستهدف شخص يفجر نفسه. من الصعب أنه نتحدث عن ملامح واضحة له، لأنه بالنهاية سيتلاشى هكذا شخص، ليس بالضرورة يعني يمكن ليس بالضرورة حسب ملامح حسب الوجه، حسب حجم الحزام الناسف الذي حصل بالانفجار الذي كان يرتديه أو الدرع الناسف. بالمحصلة أنا لست مع فرضية تكذيب ترامب فيما يتعلق بأصل موضوع مقتل البغدادي، لكن مع التشكيك. ترامب معروف عنه أنه يحاول أن يتبع خطوات أوباما، الخصم الشخص الذي سبب عقدة لترامب. أوباما ظهر في بعد مقتل أسامة بن لادن، ظهر يتابع عملية القصف، بعد ذلك ظهر في مؤتمر صحفي. كان هذه العملية التي شاهدنا فيها ترامب تشبه إلى حد كبير ما حدث لسلفي، فهي عمليا هذا الاستعراض قد يكون فيه الكثير من التفصيلات غير الدقيقة، أو قد يكون في جزء من المبالغة. ترامب حين يتحدث عن دول الشرق الأوسط لا يتحدث بهذه المعلومات الدقيقة جدا، هو قد لا يعرف حتى سوريا أين موقعها أو العراق أين موقعها، هو يتحدث عن أشياء. طيب لماذا يظهر ترامب أبو بكر البغدادي كالجبان وهو يهرب كما قال في نفق مع ثلاثة من أولاده، ويصل بالنهاية إلى نفق مسدود؟ أنا أظن بأنه هذا الموضوع، موضوع الجبان، هو شغل إعلامي، وقال بأنه كان يصرخ وشغل إعلامي. يعني هذا هاي عملية بروباغندا إعلامية أكثر مما هي
قد يكون هو يسرق، قد يكون جبانا، لا ندري، لسنا على اطلاع بشخص البغدادي من هو وكيف يتصرف. لكن بالنهاية حين نتحدث عن عملية مثل هذه بالتأكيد سنرى انفعالاتها الطبيعية. يعني إذا كانوا بغدي وزوجاته قد لفوا أنفسهم بأحزمة ناسفة فإنهم لم يكانوا يتوقعون مثل هذه النهاية. بالتأكيد أنا أعتقد بأنه هم اختاروا طريقة موتهم بطريقة، لكن لم يختاروا التوقيت. لكن ما أفترض أن وجود أبو بكر البغدادي في هذه المنطقة هو تأكيد على أن أبو بكر البغدادي لم يعد عنصراً مهماً في داعش أصلاً، أو داعش لم تعد مهم. اختار السلامة، اختار العودة للأسرة، اختار البحث عن منفذ. طيب هذا على كل حال يقودنا لنقاش آخر حول وجود تنظيم الدولة الآن بعد أن خسر آخر معاقله في شرق سوريا. لكن قبل ذلك هذه العملية دكتور فارس، الرئيس الأمريكي تحدث أنها انطلقت من العراق وحطت الطائرات الهليكوبتر في مطار آمن لدى دولة آمنة وصديقة. هذا المسار برأيك إلى أي مدى يشير إلى وجود تحالف وتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق وتركيا تحديدا في هذه العملية؟ هناك مكاسب كثيرة لكل هذه الدول من خلال تقديم التسهيلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية طوعا أو كرها. يعني العراق بالنسبة له عنده قواعد أمريكية موجودة في العراق حقيقة، عين الأسد في كردستان العراق وغيرها. بالنسبة لتركيا أيضا هناك عملية كبيرة لديها في شمال سوريا، من مصلحتها تسهيل أمر قيام مثل هكذا عملية لهدف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وكما تفضلت في بداية البرنامج يمثل أولوية في الأمن القومي الأمريكي. لذلك هذه الدول قدمت تسهيلات على أساس أن تحصل بمقابلها على ضمانات من واشنطن في قضايا جوهرية. تركيا لديها التوغل في داخل سوريا وتحقيق المنطقة الآمنة، العراق أيضا الحفاظ على تركيبة الوضع الحالي من القوى السياسية، وأيضا بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية أيضا تأكيد الولايات المتحدة على أن تبقيها على الوضع الآمن ضمن الحدود التي انسحبت إليها. هذه القضية ربما مسلم بها، لكن بالنسبة لعملية اغتيال البغدادي وارتباطها بهذه التفاصيل، هنا هو الحقيقة ربما موضع الشك. طيب، واحتاج لمزيد من التحليل والنقاش. على كل حال سنتابع هذا النقاش بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى في هذه التغطية المستمرة حول مقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي بغارة أمريكية. أجدد التحية بضيوفي هنا في الاستوديو، مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل دكتور فارس الخطاب، وبالكاتب والصحفي عمار السواد، وكذلك انضم لنا الكاتب والصحفي أستاذ طارق نعيمات. طارق أهلا بك. هذه العملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث بالتفصيل عنها وأشار إلى معلومات استخباراتية تم التقاطع بهذه المعلومات مع عدد من المصادر. هل تعتقد بأن المعلومة التي أخذناها كصحفيين صباح اليوم أن هناك مقربين من أبو بكر البغدادي كانوا معتقلين لدى السلطات العراقية كان لهم دور حاسم في المعلومات التي أدت لتحديد مكان أبو بكر البغدادي؟ يمكن يعني طبيعة العمليات التي جرت سابقا، النزلات الجوية الأمريكية، الأمريكان اعتمدوا باستراتيجية محاربة تنظيم القاعدة عسكريا على أمرين. الأمر الأول هو ضرب المراكز القيادية في التنظيم من خلال عمليات اغتيال معقدة ومركبة. الأمر الثاني هو عمليات القصف الجوي والرصد بالتنسيق مع الدول المتحالفة. مثلا هذه ليست أول عملية، احنا سمعنا بدأت الأخبار منذ الأمس عندما سمعنا عن عملية إنزال قامت بها قوات التحالف في إدلب. لاحقا سمعنا بلشت التفاصيل تظهر تباعا نحو القصة.
التاريخ العمليات الذي علمنا ممكن أنه طبعا هناك القليل مما يكشف لأنه بطبيعتها عمليات استخبارية ولا يوجد هناك الكثير من المعلومات التي تنشر، ولكن صحفيين مثلا معروفين بعلاقتهم القوية مع CIA مثل ديفيد إغناشيوس من عن طريق التقارير التي تكشف مثلا في عملية بن لادن تم الاستعانة بمصادر محلية. المصادر المحلية كان طبيب باكستاني مثلا هو الذي تأكد من خلال عمليات نقل اللعاب من أولاد أسامة بن لادن أن هناك فعلا تطابق في DNA. على 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 العموم هي عملية استخبارية، عملية مهمة، لكن الإشارة إلى دور العراق والأكراد في سوريا قصد تحديدا، لأن ترامب تحدث عن معلومات أيضا تم أخذها من الأكراد في سوريا، هل يشير إلى دور الطرفين تحديدا العراق كدولة والأكراد في سوريا في ربما توفير الأهم في هذه العملية، المعلومة حول تحديد مكان أبو بكر البغدادي؟ يعني هي دائما أجهزة الاستخبارات وعمليات الاغتيال كذا تحتاج إلى مصادر، رغم توفر التقنيات والتكنولوجيا لكن بنهاية الأمر تحتاج إلى عنصر مهم جدا وفعال، هو وجود قوى على الأرض أو عملاء على الأرض أو متعاونين على الأرض. هنا في حالة أبو بكر، في عملية أبو بكر البغدادي، إذا لاحظت أن الجميع أعلن قبل أن يؤكد ذلك ترامب، أول شيء الأكراد قالوا قمنا بجهد مشترك، ثانيا الأتراك قالوا أنه نحن يعني بلشوا يكشفوا بعض التفاصيل وأنه قاموا بالتنسيق معنا، ثم العراقيين قالوا علمنا عن طريق مصادرنا في سوريا، وحتى إيران قالت بأنها أبلغت بمقتل زعيم التنظيم بشكل غير الدولة. بالضبط، الكل يريد أن يعطي تلميح صريح أو مباشر أو غير مباشر بأنه لنا كان دور في هذه العملية، تعتبر يعني عملية عسكرية دقيقة وتريد كل الأطراف أن تدعي يعني طرفا في هذا الموضوع. إلى أي مدى برأيك عمار يساهم ادعاء الرئيس الأمريكي بالتنسيق مع هذه الجهات لكن دون أن يكون لأي طرف منها دور حاسم في هذه العملية؟ حتى عندما سئل عن روسيا كان قد أكد بأن روسيا فقط أعطت الإذن للطائرات الأمريكية بأن تذهب إلى ذلك المكان، ولكن لم تكن تعلم بأن الطائرات الأمريكية تستهدف أو سوف تستهدف أبو بكر البغدادي. بالتأكيد حين يتحدث ترامب فهو لابد أن يتحدث عن الدور الأمريكي، عن دوره هو كزعيم للدولة، الرجل السوبرمان في الولايات المتحدة، وثم أن العملية تمت بمباشرة أمريكية أو بتنفيذ أمريكي. بالتأكيد، ولا أعتقد أن بمقدور أحد من الدول، يعني العراق ليس بمقدورة أن يقدم معلومات كبيرة جدا حول تواجد البغدادي في منطقة مثل إدلب اللي هي ليست حتى في ليست منطقة حدودية معه، قد يكون الأتراك أكثر قدرة على تقديم هكذا معلومات من العراق. أظن بأن الدور الحاسم كان دور أكراد سوريا في هذه المعادلة، هم من قدموا المعلومات. أظن بأنه العملية تمت بمعلومات استخباراتية موجودة على الأرض، هذا طبعا مع افتراض أن تكون العملية قد جرت وأن قتل بغدادي قد تحقق اليوم ولم يتحقق خلال الأيام الماضية، ولكن الإعلان جاء اليوم لأغراض تتعلق بالانسحاب الأمريكي من سوريا. بالمحصلة النهائية أعتقد بأن المعلومات قدمت من قبل مصادر محلية، وهذه المصادر قد تكون حتى مصادر تابعة لداعش نفسها، قد يكون هناك مقاتلون لدى داعش قدموا معلومات حول تواجد البغدادي لأغراض معينة، هناك العديد من الأسباب. الآن قوات سوريا الديمقراطية قصد في مؤتمر صحفي تتحدث عن دورها في هذه العملية. دكتور فارس الخطاب، إلى أي مدى يساهم هذا الادعاء من كل طرف بأنه علم بأنه نسق مع الولايات المتحدة الأمريكية في إظهار أن هذه الأطراف هي أطراف فاعلة فيما يسمى بالحرب على الإرهاب؟ في الحقيقة هو يساهم في إظهار مدى تحالفها مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس بموضوعة الإرهاب، لأن كل هذه الأطراف لديها ممارسات ربما إرهابية بدرجة معينة، يعني نظام الحكم في العراق لا يمكن اعتباره نظام ديمقراطي وسلمي وشفاف، قوات سوريا الديمقراطية لديها مثالب كثيرة وعليها اتهامات كثيرة أيضا بممارسات إرهابية ضد العرب في سوريا وضد الأكراد الآخرين المتقاطعين معها. تركيا لديها هي موسومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأعمال إرهابية في خلال توغلها في الشمال السوري، لذلك الغاية الرئيسية هو أن يظهر الجميع
مقدار ما قدموه من خدمات الولايات المتحدة الأمريكية، ومقابل هذه الخدمات كما ذكرت سابقا هناك امتيازات تعطيها واشنطن لهذه الدول ومزايا كثيرة ربما بانت خلال الأسابيع الماضية من خلال إيقاف العملية في شمال سوريا ومنح تركيا المنطقة الآمنة التي تريدها، أيضا حماية الأكراد ضمن حدود ما تحت خط هذه المنطقة الآمنة، تكفل أمريكي به، وأيضا وعد أمريكي بالحفاظ على نظام الحكم في العراق بشكل أو بآخر. لذلك العملية ربما هي عملية عميقة ومشاهدة. بالنسبة للروس، الرئيس الأمريكي تحدث بأن روسيا قامت بدور وصفه بالرائع، بأنها سهلت للطائرات الأمريكية أن تمر في مناطق تحت سيطرتها نارية، تحت السيطرة النارية الروسية. لكن وزارة الدفاع الروسية الآن تقول بأن لا معلومات موثقة حول عملية الجيش الأمريكي في إدلب، ما يثير شكوك حول صحتها ومصداقيتها. يعني لا أعتقد أنه الولايات المتحدة قد يعني نفذت عملية بهذه الدقة، ولا أعتقد أنهم كانوا يريدون وضع فرصة 1% للفشل من دون اتخاذ الترتيبات اللازمة مع كل الأطراف الفاعلة على الأرض. الأطراف الفاعلة على الأرض في سوريا واضحة، يعني هناك الروس يسيطرون على الأجواء تماما باستثناء منطقة العملية، حتى عمليات التحالف القصف التي كانت تتم على الرقة وكانت تتم مناطق مختلفة، والعمليات التي استهدفت جناح خراسان داخل جبهة النصرة اللي هم مقاتلين أجانب لاحقا، يعني كانوا هم الأقرب لمنطق تنظيم مقاتلي الدولة الإسلامية، كل ذلك كان باشتراك أو بتنسيق مع الروس. حتى لو لم يكن هناك تنسيق على المستوى السياسي، حتى الدول أيام الحرب هناك يكون تنسيق على مستوى اللوجستي الاستخباري العسكري، حتى لو هناك خلافات بين الدول وغير متفقين، هناك خطوط يجب أن تبقى مفتوحة، ومنها مثلا حركة الطيران. يعني أول الأخبار كانت تتحدث عن تقريبا 8 مروحيات دخلت الأراضي، والثمن مروحيات يعني لا تحلق ارتفاعات عالية، ولذلك يريدون تحلق على ارتفاعات منخفضة وتحتاج إلى تأمين كل هذا الخط الذي صارت فيه كما قال الرئيس الأمريكي، لأنها تمر في مناطق اشتباكات. وأشار بأن تم إطلاق النار على في بعض الأماكن على هذه الطائرات وقامت بالتصدي لها. دعنا لا ننسى أن الأمريكيون خسروا مثلا في عملية في أو بداية رئاسة ترامب خسروا مروحية أو مروحتين، وكانت ترامب لم ينسى ذلك، لأن أول عملية إنزال جوي يقوم به الأمريكيون في فترة رئاسة ترامب، وأنا ذاك كان كتبت الصحف الأمريكية وانتقدت العملية أنها كانت جنون، لأنها دخلوا في قرية كانت جيدة التسليح وخسر الأمريكيون أتوقع جندي أو جنديين. في عملية اغتيال أسامة بن لادن خسر أمريكيون مروحية وثالث أتلفوها لكي لا يستفاد من التكنولوجيا العسكرية. أنا الذي أعني وأقوله هنا، نحن نبني تحليلاتنا على المعلومات المتوفرة على الأرض وهي شحيحة، لكن على العموم لا أعتقد الأمريكيين كانوا ليغامروا، وخصوصا أنه هذا ليست عملية عسكرية فقط، هو دعاية سياسية لترامب خصوصا لكي يسكت الأصوات التي انتقدته داخل حزبه في قصة الانسحاب من سوريا. معي عبر الهاتف الخبير في الجماعات الإسلامية أستاذ محمد سرور، ورحب بك سيد سرور في هذه التغطية الخاصة حول مقتل أبو بكر البغدادي. بعد الشهادة التي استمعنا إليها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تفاصيل مقتل البغدادي، كخبير في الجماعات الإسلامية ما الذي لفتك في هذه التفاصيل لجهة دقتها صحتها أو عدم مصداقيتها؟ بداية كلنا كان يعلم منذ بداية تأسيس تنظيم داعش أن الحقيقة أن التنظيم هذا منذ البداية سيزول. كثير من المثقفين يعرفون أنه كان في طريقه إلى الزوال والاختفاء والانتهاء، لكنها مسألة وقت، ومضت سنوات منذ تأسيس هذا التنظيم. المصيبة هي اغترار الكثير من الشباب خاصة في سوريا، والشباب الجاهل، وأركز على كلمة جاهل، يعني تجده راعي غنم أو راعي بقر أعزكم الله، وإذا به يصبح يعني قائد ورأس في هذا التنظيم، تنظيم داعش. هو يعني على كل لا يضير راعي البقر أو راعي الغنم أن يكون لديه رؤية ويكون لديه طموح ليصبح قائد بالنهاية، لكن سؤالي لك أستاذ محمد سرور، وهذه التفاصيل التي سردها الرئيس الأمريكي حول هروب البغدادي في نفق مغلق، قتل البغدادي لنفسه بحزام ناسف مع أولاده
صراخ البغدادي، كل ذلك إلى حد ما هل ينسجم مع تنظيم الدولة، مع أفكار تنظيم الدولة وأفكار زعيمه أبو بكر البغدادي؟ نعم، أحسنت، هذا سؤال وجيه، سؤال جميل جدا. أهميته في تعرية هذا التنظيم، وهي رسالة للشباب بأن هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون أنهم متشددين مثل البغدادي أو غيره، وإن كان يظهر عليهم الصبغة المخيفة، لكنهم أقل من أن يغتروا بهم. وفي الحقيقة هناك عدة روايات، عدة قصص يعني حول مقتل البغدادي، منها أنها يعني غارة أمريكية في إدلب، وأخرى أنه هو الذي فجر نفسه، وهذا احتمال كبير. هكذا يفعل الكثير يعني من الناس الذين يرون أنفسهم أشرفوا على الموت أو الهلاك. وطبعا يعني زوجة البغدادي أكيد يعني أو غيره من أسرته إن كانوا معه، فلا شك إن كانت في غارة سيتم تصفيتهم. ليست المسألة هنا، إنها مسألة يعني تعرية هذا التنظيم أنه ليس بالمستوى المطلوب، وإن كان يظهر عليهم الهيبة الخارجية الخداعة. الكلمة الحق الآن هي ماذا بعد مقتل البغدادي؟ طيب، ماذا بعد مقتل البغدادي؟ اسمح لي أن أسألك سؤال قبل ماذا بعد مقتل البغدادي، وهو مقتل البغدادي في مكان بالعموم تسيطر عليه تنظيمات سورية معارضة، كان تنظيم الدولة في يوم من الأيام يقاتلها ويحاربها، فلماذا يهرب البغدادي إلى هذه الأراضي بعيدا عن آخر معقل له في شرق سوريا على الحدود مع العراق؟ المسألة الآن هنا ظهور، ستظهر رؤوس جديدة تأخذهم حمية الجاهلية حتى ولو كانوا جهال، لكن من باب العنترة والعنترية والعنجهية، نحن يعني سيقولوا لك نحن ندافع عن البغدادي، وخاصة أن الفكرة البغدادي فكرة تنظيم القاعدة أو أقصد داعش الذي اسمه حديثا انتشر في السنوات الأخيرة في سوريا وفي العراق. المشكلة الآن والمصيبة العظمى من سيجري عملية غسيل الدماغ لهؤلاء الشباب الذين تأثروا وانخدعوا وعاشوا مع تنظيم القاعدة وداعش. الموضوع الأكثر أهمية أن يعني هناك خطط حقيقة سياسية عسكرية معروفة يعني لمحاربة تنظيم القاعدة، محاربة داعش، وأمريكا وغيرها من الدول تعرفهم فردا، أتكلم عن القيادات، ولكن جهل الصبيان الصغار في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي غيرها من الدول. نعم. طيب، أشكرك شكرا جزيلا محمد زرو، سنناقش ربما في الساعة الثانية بالتحليل أبعاد هذه العملية على تنظيم الدولة ومستقبل التنظيمات المتطرفة عموما، ولكن أبقى في المعطيات المتوفرة حتى الآن. أستاذ عمار، الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها قامت بإجراء اختبار للحمض النووي على جثة البغدادي في عين المكان، كيف يمكن لها أن تقوم باختبارات الحمض النووي إذا لم يكن لديها عينة من الحمض النووي للبغدادي مسبقا؟ من المفترض أن يكون البغدادي أن البغدادي كان معتقلا في سجن بوكا قبل هذا التاريخ، أعتقد حتى عام 2006 أو 2007. يفترض أنه في مثل هذه الحالات أن يتوفر الحمض النووي. هذه فرضية، من الممكن أن يكون حصلوا عليها بطريقة ما، لست خبيرا طبيا في هذا الموضوع. فعلا اختبارات لتقنية الوجه التي تحدثنا عليها سابقا، تعرف على الوجه، أليس من الواقعي أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بكشف صورة لأبو بكر البغدادي؟ وهذا حدث، هذا حصل مع أبو مصعب الزرقاوي عندما قتل، كشفت صورته، هو مقتول. لا أدري، توقع الأمر نفسه مع البغدادي، لا أدري إن مع البغدادي، مع أبو عمر البغدادي أيضا عندما قتل، ومع أبو أيوب المصري عندما قتل، قاد تنظيم القاعدة في العراق قبل أن يأتي أبو بكر البغدادي. حدث استعراض لبعض الصور كصور وليس كجثث. لا أدري إن كان الأمريكيون سيفعلون ذلك أو لا. وإذا تلاحظ الفرق بين صور البغدادي الآن وصور البغدادي حين ظهر على المنبر يخطب خطبة الجمعة وإعلان خلافة، هناك اختلافات أيضا في الشكل
كبيرة جدا. الرجل هرم أكثر من في هذه الفترة. بالنهاية لا أدري ماذا كيف سيتصرف الأمريكيون. لم يتحدث الغريب أنه ترامب لم يتحدث عن وجود معلومات، أنه ليس قادرا على كشف المزيد من المعلومات، هناك معلومات سرية، لكن لم يتحدث أنه الفيديو سيعرض أو لا. هذه واحدة من النقاط التي يبدو أنه لابد أن وربما خفاها الرئيس الأمريكي لفترة مقبلة. هل تعتقد بأن هذا الاستعراض الذي يرى البعض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يريد أن يظهر كحامي للولايات المتحدة الأمريكية أمام ناخبيه في انتخابات التجديد، لكن هل ربما خبى جزء من المعلومات، أخفى جزء من المعلومات لوقت آخر؟ هو الغرض الرئيسي انتخابي، الغرض الرئيسي هذا يجمع عليه حتى المحللين والمحللون الأمريكان، التوقيت والإعلان والطريقة الدرامية التي عرض فيها العملية هذا اليوم كلها تصب في مصلحته من الناحية الانتخابية. لكن هناك قضايا ربما ليست بالمنظور العربي أو المنظور الشرق أوسطي بشكل عام لما وصف به ترامب العملية، عندما يقول كان يصرخ، هذا في وجهة نظره صراخ، ربما كان هو يطلق الشهادتين، ربما كان يردد هتافات تخصه كشخص مسلم قبل أن يضغط زر التفجير إذا كانت هذه العملية صحيحة. هناك الحقيقة ثقافة مختلفة في فهم المسألة. عندما يتطرق ترامب إلى أسماء صحفيين أو أشخاص أمريكان قتلوا باستثناء الطيار الأردني، هو لم يتطرق إلى مئات المسلمين إذا مو أكثر تم قتلهم. تم قتلهم الأردني، ذكر الإيزيديين، ذكر المسيحيين في مصر وليبيا، وذكر الجنود الصحفيين الأمريكيين، لم يذكر المسلمين الذين قتلهم. أيضا هناك نوع من التفرقة في الطرح، هناك نوع من يعني أنا انتبهت بشكل مركز على هذه النقطة. المسلمون الذين قتلوا على يد تنظيم الدولة، تنظيم داعش الإرهابي، هم أكثر مئات المرات من الذين قتلوا من الإيزيديين، وأنا أعرف الإيزيديين وأنا عراقي. لكن هذا الموضوع الحقيقة فيه كثير من الأخطاء، كثير من النقاط التي تستوقف المحلل فيما إذا أراد أن يحلل خطاب ترامب. طيب، وإجاباته على الصحفيين عندما نركز عليه نعرف أن القضية فيها ربما مجاهيل كثيرة. القضية وقعت ربما، وحتى بالمناسبة اغتيال البغدادي لم يعد أمرا كبيرا، لم يعد أمرا مهولا، لأنه هو زعيم، ما زال العالم الغربي يعتبره التنظيم الإرهابي رقم واحد والمطلوب رقم واحد. هو هذا مربط الفرس، التنظيم الإرهابي ما زال قائما، والبغدادي قبل فترة التقى بقيادات بأسماء المناطق. هو ليس بالمستوى الذي ربما يجعله القائد الأوحد في هذا التنظيم، وعملية قتله بهذا الطريق ربما سيجعل التنظيم يمارس أمور أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في السيطرة عليه. طارق، إلى أي مدى فعلا تتفق مع دكتور فارس بأن هذه العملية كما وصفها أحد مسؤولين الأمريكيين، وصفها الرئيس الأمريكي الصيد الثمين، هي فعلا الصيد الثمين للرئيس ترامب، على اعتبار على الرغم من أفول نجم تنظيم الدولة وانحسار المناطق التي يسيطر عليها أو تلاشيها نهائيا، إلا أنه ما زال المطلوب رقم واحد؟ يعني هو أقصد أبو بكر البغدادي. طبيعي أن يحتفي ترامب، يعني أشبه ما يقوم به، لأنه يريد أن يقول لجمهوري. هو يعني أغلب خطابات ترامب ليست دبلوماسية بالمفهوم التقليدي للرؤساء الأمريكيين، هي شعبوية تقدم لجمهور شعبوي هو الذي يهمه، حتى لا يهمه الجمهور الأمريكي على فكرة، هو تهمه قاعدته الصلبة. يريد أن يقول أنا مثل أوباما وأفضل من أوباما، أوباما قتل أسامة بن لادن، أنا قتلت أبو بكر البغدادي. ما أهمية ذلك على التنظيم نفسه؟ تنظيم الدولة هو كان نشوءه رسالة مهمة جدا، لأولا من الواقع المتطرف الموجود في العراق وسوريا، ومظلومة مظلومية بعض خصوصا السنة، وفشل الحراك السلمي في الأنبار، وكل ذلك عوامل أدت لظهور تنظيم الدولة، وحرك هو غير استراتيجية التنظيم زي التنظيمات العنفية والتنظيمات اللي ترى في السلاح هدفا لتحقيق أو وسيلة لتحقيق أهدافها. هو حرفها من إلى بعد هوياتي، نحن نريد أن ندافع عن السنة، ليس الجهاد العالمي والعدو القريب، هي قصة طول يعني. لكن على العموم
هل لقتل أبو بكر البغدادي أثر على التنظيم؟ طبعا سيكون له أثر، لأن أبو بكر البغدادي ليس شخصية روحية فقط، بل هو شخصية تنظيمية، هو كان مفتي شرعي داخل التنظيم، هو من خلية خريجين سجن بوكا، هم أغلب الذين اللي خرجوا من سجن بوكا من عام 2004 إلى عام 2008، هؤلاء هم البرزوا لاحقا ك يعني هم الأبرز كانوا في التنظيم، لأنهم هم اللي تشربوا فكر أبو مصعب الزرقاوي الذي حول كما قلت استراتيجية تنظيم القاعدة. على العموم التنظيم كتنظيم الآن هو يعني يعمل بشكل أفقي هرمي، ولا يمكن لا تحتاج الخلايا إلى توجيه عام من القيادة. سأعود طارق مرة أخرى للحديث عن مآلات ذلك على التنظيم سواء فكريا أو حتى تنظيميا، ولكن مرة أخرى عمار، في هذه العملية كان لافتا أن لا يسقط فيها جندي أمريكي، أن لا تكون فيها خسائر أمريكية نهائيا، مع أن الرئيس الأمريكي اعترف بأن أبو بكر البغدادي كان متزمرا بحسام ناسف وأن هناك مواجهة حصلت. فهل يبدو مقنعا أن لا يكون هناك في الطرف الأمريكي أي خسائر؟ من الصعب الحديث عن خسائر يخفيها رئيس الأمريكي، هذا بالتأكيد. يعني حين يقول لا توجد خسائر معناها لا توجد خسائر بالتأكيد، إلا أن يكون قد استعان بمرتزقة ليسوا أمريكيين استخدمهم، لأنه مقتل أي جندي أمريكي لابد أن يكشف في الإعلام الأمريكي، من الصعب إخفاءه. هاي نقطة أساسية. الكلام رغم من أن البغدادي كان محاطا بجنود يحموه من تنظيم الدولة، وهو نفسه كان يحمي نفسه بحزام ناسف. لننتظر، يعني إذا كان في نفق وهو فجر نفسه بحزام ناسف، طب الطرف الآخر الذي كان يطارده عندما ينفجر حزام ناسف في نفق، ألن يؤدي لقتل كل من في هذا النفق؟ لا أعتقد أن هي قلت لك بالتأكيد لا يوجد، عندما يقول أي رئيس أمريكي لا يوجد قتيل أمريكي فلا بد أن نصدقه، لأنه إذا كان يكذب من الصعب إخفاء مقتل جندي أمريكي بهذه السهولة. هناك اختلاف كبير، هذا يحيلنا إلى طبيعة العملية نفسها، ليس إلى أنه هل قتل أو لم يقتل. لا بالتأكيد لم يقتل، إذا قال أي رئيس أمريكي لم يقتل جندي لم يقتل جندي، ليس لأنه صادق بل لأنه لا يستطيع أن يخفي هكذا عملية. طبيعة العملية قد تكون أديرت بشكل من الجو، والحديث عن نفق، نحن لم نرى نفقا، نحن رأينا بيتا مهدما بالكامل، ورأينا حفرة في ورأينا حفرة عميقة. هذه ليست نفق، لكن الحفرة الرئيس الأمريكي قال بأنه تم تدمير المكان أيضا من الجو بعد العملية. إذا وأين النفق؟ هي الحفرة مسافتها لا تكفي لنفق، قد تكفي لمخبأ وليس نفق. لكن سؤالنا، لماذا يدمر الأمريكان البيت بعد أن أخذوا ما أرادوه؟ يعني بعد أن قتلوا البغدادي وعملياً أخذوا جثة البغدادي وتركوا الجثة الأخرى. لماذا إذن يدمروا المكان؟ وقوات تحرير الشام أعتقد حاصرت المنطقة، لأن القوى وحدة الفصائل المعارضة السورية اللي موجودة في المنطقة حاصرت المنطقة بعد العملية. هذه كلها أسئلة لا أعتقد أن من السهولة الإجابة عليها، لأن الأمريكان لم يتركوا أثراً لأي شيء سوى مكان مهدم. وأظن بأنه طبيعة العمليات الأمريكية، ما شاهدته في العراق خلال السنوات أو ما نعرفه عن العراق خلال السنوات، هي تدمير كامل للأماكن التي يتواجد فيها التنظيمات المعادية لهم. وإذا تشاهد في عملية في مدينة الرمادي، الآن الرمادي مدينة مهدمة، لأنه قد يكون البيت أيضا مفخخ، نحن لا نعلم، وقد يكون هو ترامب نفسه لا يعلم. طيب، ولكن نحن نعتمد على المعلومات التي قالها ترامب، ونناقش هذه المعلومات على أساس أن ترامب يتحدث بوجهة النظر الأمريكية. دكتور فارس الخطاب، كان لفتني أنا في كلام ترامب أن القوات الأمريكية قامت بإنذار خيمة قريبة من منزل البغدادي بإخلاء تلك الخيمة، ويبدو أن هذه الأسرة لا علاقة لها بوجود البغدادي، وذلك لتأمين حماية هذه الأسرة. هل يعني يمكن أن يكون لهذه اللفتة الإنسانية أي دور لدى الجمهور الذي يستمع لرواية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يستهدف أكبر زعيم إرهابي في تاريخ حتى الولايات المتحدة الأمريكية كرجل مطلوب رقم واحد، وهو لا ينسى أن يتحدث عن حماية المدنيين؟ هو هذا الأسلوب الأمريكي الحقيقة في إظهار الجانب الإنساني أثناء عملية ربما يذهب بها العشرات من الأبرياء. ومن أدرى الرئيس ترامب أن هذه الخيمة ليست تبعاً لفصيل حماية خاص بداعش وخاص ببيت زعيم التنظيم،
هو اليوم تطرق بذكر الإصابات، قال أصيبت بعض الكلاب البوليسية وكأن الكلاب كانت تتقدم الجنود، يعني لم يكن الجنود هم الذين قاموا بالهجوم. هناك مفارقات، وأشار إلى الأطفال أيضا الذين تم عزلهم وعن قصة. وهم من أبناء كما يقال البغدادي والمرافقين الذين كانوا معهم. هناك مفارقات كثيرة، أنا ذكرت في بداية الحلقة، إذا لم يظهر ترامب الفيلم الذي قال وكأننا نشاهد سينما، فيلم سينما، أعتقد أن العلامات الاستفهام ستكثر يعني بدءا من حلقتكم اليوم انتهاءا بآخر ما تقدمه فضائيات العالم حول هذا الحدث. ليس هناك شيء، كل العمليات السابقة مثل ما تفضل أستاذ عمار وغيرها، يعني كل العمليات ترفق بمادة موثقة، حتى لما قتلوا أبناء الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عدي وقصي في عملية تم عرضها في خيمة ومرروا الصحفيين من أمامها وشافوه، حصلت انتقادات كثيرة منافية لطبيعة حقوق الإنسان وكذا، لكن أرادوا أن يثبتوا أنهم فعلوا. لكن حتى هذه اللحظة لم تظهر صورة لشخصية، لأنه ممكن الإنسان يفجر نفسه يبقى رأسه ما يتأثر بشيء، يعني ينفصل عن جسده. أي شيء وصلت إليه الحالة، الجمهور يريد أن يرى صورة. على كل حال، لنفترض دكتور فارس بأن الوقت ما زال مبكرا، وربما مزيد طبعًا من المعلومات طبعًا والمعطيات طبعًا يتم التصريح بها لاحقا. أستاذ طارق، الاخبارات الأمريكية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي في مشاركة المعلومات حول هذه العملية كانت ضيقة إلى أبعد الحدود، تحدث عن نائب الرئيس، عن وزير الدفاع، وعن بعض القادة العسكريين. إلى أي مدى يشير ذلك إلى عدم ثقة ترامب بمن حوله؟ حتى قال هناك تسريب كثير في واشنطن، واشنطن قد أصبحت مركزا للتسريب. يعني هو بطبيعة الحال بتوقع أنها من بعض لمسات الأكشن الذي حاول يعني هي بطبيعة الحال عمليات التوب سيكريت زي العسكرية، يعني تجاز من الرئيس ولا يعلم عنها حتى أفراد الإدارة نفسهم، يعني ويكون يعني مثلا كما كتب عقب عملية اغتيال بن لادن وما الدور، وهناك شوركة الصورة عندما كان موجود أوباما، هيلاري كلينتون، وفقط 3-4 من الإدارة، كانت هذه تسمى غرفة العمليات، صورة مشهورة. يعني عادة هذه يريد ترامب إضفاء نوع بوليسي ونوع من التشويق ونوع من أنه وأنا حققت ذلك الإنجاز، وكل ذلك لهدف سياسي بحت، هناك انتخابات يعني على الأبواب. ثانيا، لإسكات الأصوات التي تحدثت أن ترامب عندما سحب قواته من سوريا فإنه عرض الأمن القومي للخطر، وهو يريد أن يقول نعم قضينا على تنظيم الدولة والدليل قضينا على زعيمه. ولذلك أنا أتوقع أن هذا كل التصنيفات التي أو التي حاول إيجادها ترامب، وهو أصلا رجل قبل أن يكون رئيس الولايات المتحدة سليبرتي، هو مشهور يعني ويعرف طيب التعامل مع الكاميرات ويحب مثل هذه الأمور. يعني ذلك سؤالي الأخير في هذه الساعة لك أستاذ عمار، إلى أي مدى يمثل مقتل زعيم تنظيم الدولة بالنسبة لأهالي هذه المنطقة، بالنسبة لأهالي العراق الذي ينتمي لهم أبو بكر البغدادي، أهالي سوريا، إلى أي مدى يمكن أن يكون مقتله حدثا هاما، حدثا ربما سيغير الوقائع على الأرض؟ طبعا تعليق صغير حول النقطة، لماذا ترامب تحدث عن السرية؟ هو أيضا أراد أن يهين خصومة الديمقراطيين وتحديدا الكونغرس الأمريكي. فيما يتعلق بماذا سيمثل للعراقيين والسوريين، بالتأكيد هو حدث مهم، هذا الرجل جرى على العراق وعلى سوريا ويلات كبيرة، هذا الرجل أنهى مدنا بكاملها، اليوم الموصل عاجزة، اليوم الرقة خرجت من المعادلة تماما، مدينة الرمادي مدمرة بالكامل، هناك مدن بالكامل قد دمرت، وهناك ملايين الأسر بسبب إرهاب هذا الرجل وبسبب إرهاب هذا التنظيم قد نكبت وقد دمرت، قد دمر حتى النسيج العراقي طبيعته، النسيج في مدينة الموصل ذات التنوع الكبير. العراق في عام 2014 في 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 في, في العصر الحديث يشهد عملية بيع رقيق، هذه عملية كان هذا الرجل هو مسؤول عنها وتنظيمه هو مسؤول عنها. بالتأكيد هذه رسالة جيدة، قد لا تكون هي مهمة من ناحية العملية، لأنه عمليا التنظيم هذا ولود بالكثير من الوحوش، لكن بالنهاية هو أعتقد رسالة معنوية جيدة. شكرا لك عمار السواد الكاتب والمحلل السياسي، كما أشكر طارق نعيمات الكاتب والصحفي، والدكتور فارس الخطاب مدير المركز السومري للإعلام ودراسات المستقبل. فاصل قصير، نعود
على رأس الساعة لمتابعة هذه التغطية الخاصة بمقتل زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، فابقوا معنا.